نتكلم هنا عن الفروسيه والتقاط الاوتاد اصلا، ودي حاجه اي ثينك ان هي مش مسبوقه قوي او ما فيهاش، مش كومن للبنات، صح كده؟ طب خلينا نبدا من هنا، انت ايه اللي حببك اصلا فيها واشمعنى التقاط الاوتاد؟ ونشرح برضو للساده المتابعين يعني ايه اصلا التقاط اوتاد، اكيد في ناس مش فاهمه. ايوه طبعا. التقاط الاوتاد هي مهاره استخدام الاسلحه من فوق الحصان، والاسلحه نوعين اللي بنلعب بيهم اللي هم رسميين يعني نقدر نستعملهم، السيف والرمح. اوكي. السيف سيف حقيقي يعني حديد وطوله مثلا بنتكلم في 90 سنتي او حتى 110. ده بتلعبوا بيه، بتتمرنوا بيه حقيقي؟ حقيقي. او رمح وده طوله مثلا 2 متر وازيد طبعا، لحد حقيقي 2 متر ونص، اللي هو زي الحربه يعني. بس ده صعب قوي ده. كل حاجه صعبه لو مش متقننه مظبوط او لو انت مش متعوده عليها. انا ليه دخلت التقاط اوتاد؟ لان انا بركب خيل من عندي 4 سنين، فاول لما اقترحوا فكره انه بنت تمسك سلاح ونقدم فقره قدام رئيس الجمهوريه او كنا قدام المشير حسين طنطاوي الله يرحمه، فكنت انا من اول البنات اللي اقتحمت الموضوع ده وعجبني جدا وحسيت نفسي فيه. هي طبعا تبقى بتحسي هي موهبه ولا انت محتاجه تمرين اكتر، فالحمد لله كان كل الناس بتقول ان انا عندي التالنت دي، فكملت بقى فيها ونسيت خالص القفز ونسيت الفروسيه. في حد من العيله مثلا فارس او فارسه؟ اخويا يعني الكبير. الباشن ده ابتدى منين؟ اخويا الكبير بيركب بخيل، هو لحد دلوقتي عنده اكاديمي بتاعته وكده، بيمرن قفز. فطبعا انت فاهم اي عيله طبعا. الاخ الكبير لو بيلعب حاجه على طول بقيه الاخوات وراه. فانا البنت بس هو الصغيره. هي حاجه امنه ان تكون المنافسات بسيوف حقيقيه ورماح حقيقيه؟ بالظبط. اي حاجه. ما هو كنت لسه بقول طبعا هي مش يعني ده سيف فعلا، ده سيف حقيقي. حاجه امان طالما بتستعملها بالرولز مظبوطه. اوكي. فبتبقى يعني كل الرياضات فيها مخاطر، اي رياضه حتى لو الجري فيها اكيد مخاطر على بطبيعه الحال طبعا. بالظبط. لكن طالما بتستخدم الرولز مظبوطه بيبقى المخاطر اقل، اقل بكتير بكتير يعني. بس اصل هنا الخطر يعني خلاص. ما فيهاش سمح الله ممكن يبقى فيها وقعات في لا يبقى ممكن فيها يعور. فيها طبعا فيها وقعات يعني. بس اول ستابس بنعملها يعني انا كمدرب اول ما ببتدي امرن حد بعلمه الاول يعني ايه سلاح عشان يبقى مقدر هو ماسك ايه في ايده وان دي حاجه مش لعبه. طبعا. تاني حاجه بنعلم الناس لو لا قدر الله هو هيقع لازم اول حاجه يعملها ان هو يرمي السلاح بعيد عنه عن الحصان، طبعا. عن الايريا اللي هو حتى طبعا. هيقع فيها، فدي بتبقى اسهل حاجه بالنسبه لنا يعني.